متدرجة بصفة متدرجة كنقولوا يعني فما أقسام تدخل وتلحق عليها أقسام أخرى يعني نبدأ بالأقسام الصغيرة يعني سنوات الأولى في الابتدائي وسنوات السابعة والأولى في الثانوي وهكذا دوليك يعني كل يوم يدخل مستوى معين معناتها سنة أولى لو 15 كما نقول سنة ثانية لو 16 هكا بالضبط هذيك تقع كل يوم يرجعوا لكن هنا فما لاحظنا فما تساؤل برشا عباد مش فاهمين كيفاش يمكن باش يلحقوا لبعضهم يعني نهار الاخراني باش تلموا الناس كل بعضهم لا مش صحيح اليوم الجلسه تاع اليوم اللي هي جلسه مستكمل فما لجنه بيداغوجيه فنيه مشتركه كيف في وزاره التربيه والتنميه الاجتماعيه باش تنظر في الاجراءات وكيفاش باش يقع تقسيم التوجه العام ماشي في اتجاه تقسيم كل قسم الى يعني زوج فرق كل فريق يخدم على حده وحده يعني نهار بنهار والا اسبوع باسبوع والا ثلاث ايام ثلاث ايام مازال ما وقعش البت في طريقه سي محمد سامحني زيد باش نفهموك شويه معناتها اذا باش يتم تقسيم القسم الواحد على فوجين هكا ولا فوجين اي او بي معناتها ما يقراوش من بعضهم هكا ما يقراوش من بعضهم علاش على خاطر الاقسام تاعنا انتم تعرفوا اللي العدد المعدل العدد التلامذة تقريبا فما اقسام فيهم 32 اقسام فيهم فما اقسام اقل برشا وفما اقسام اكثر هذاك علاش يقتضي باش نجموا نطبقوا التباعد الجسدي في البروتوكول الصحي يقتضي تقسيمهم لزوج فرق قداش باش يكون فيه ماكسيموم القسم معناها هي حسب القسم وحسب حسب الكثافه اللي فيه الاصليه يعني اذا كان قسم نقوله مثلا فيه 34 ولا 36 عاده ولا حتى اقل يتقسم الزوج يكون معدل 17-18 ثم اقسام اللي هي من اصلها وان اقسام فيهم حتى 15 وحتى اقل فما بعض مدارس سي محمد هل باش يكفي عدد الاقسام وعدد الاساتذه والمعلمين في المساله هذه؟ وهنا هي الطريقه اللي خدمت عليها وزاره التربيه واللي حرصت باش ما يقعش تشويش على جداول الاوقات وعلى الاقسام، يعني احنا جداول الاوقات كما تعرفوا والهرم تاع المؤسسه التربويه يقع الشغل عليه منذ شهرين تالي. الطريقه هذه تقسيم الاقسام ما يسمحش لا جدول اوقات المربي الاستاذ والمعلم ولا عدد الاقسام. يعني مش يكونوا فما مراوحه ما بين كما قلنا يجيوا تلامذه نهار بنهار ولا اسبوع باسبوع ولا ثلاثين بثلاثين هذا يلتفقوا فيه باش بطريقه هذيك يقع استعمال نفس القسم ونفس جدول الاوقات نتاع الاستاذ ونفس جدول الاوقات نتاع التلامذه اللي مش انعكس هنا شنو هو اللي جان اليوم باش تخدم عليه اللي هو المحتوى البرنامج اللي مش يقع تدريسه كان يستعملوا نص يعني وقت عباره مش يقع نص وقت مش ينعكس فما مواد باش يتم الاستغناء عليها معنا مازال ممكن ما يلقاش اتخاذ القرار شنو مش يصير بالضبط يعني ممكن يكون تخفيف في البرنامج فقط معناتها المواد تقعد كما هي لكن باش معناتها بعض المحاور نجموا يتنحاوا من الدرس اي فما عده سيناريوهات مطروحه ان شاء الله اليوم باش يقع البت فيهم عن طريق اللجنه البيداغوجيه المشتركه ويقع النظر اسكو يعني يقع تخفيف في البرنامج والا في المحاور والا في العدد في المواد هذه كله ان شاء الله اليوم نعلنوا عليه ان شاء الله اليوم المفيد سي محمد العوده المدرسيه باش تكون ان شاء الله 15 سبتمبر وان شاء الله تكون مؤمنه كما ينبغي الاساس هو صحه التلامذه وصحه الاطار المشرف على العمليه التربويه سي محمد نمشيو الله لا يقدر اذا كان سجلنا اصابه بين التلامذه الله لا يقدر بطبيعه والا احد المربين في قسم معين ولا في مدرسه معين شنو هي الاجراءات الصحيه اللي يتم اتخاذها من طرف وزاره التربيه فهمتك اول حاجه نتمنى السلامه للناس الكل بطبيعه وما تتطورش الامور لكن كيف السيناريو هذا وقع وتطرق ليه في اللجنه البارح وفما لجان محليه ولجان جهويه ولجان وطنيه تشتغل على جميع المستويات وتتبع في العمليه اول باول يعني هنا ما نجموش نرجعوا للكونفينمون جنرال وهذا متفق عليه عالميا كلام لازم ترجع تقرا كل شيء بقى باش تكون هنا تعامل حاله بحاله مؤسسه بمؤسسه قسم بقسم اي نجموا يعني نمشيوا للسيناريو نتاع فرنسا سكرت 22 معناها حسب حاله انتشار البيان نجم يكون مثلا في منطقه في ولايه معينه فما مؤسسه فقط ولا حتى قسم فقط
هنا وزارة الصحة هي تقدر الخطورة ولا التفشي. يعني نجم تكرز فقط المؤسسة ذيك لمدة الحجر الصحي فقط يعني أسبوع تقريبا ومن بعد يقعد تحاليل ومن بعد يرجعوا يقرأوا. هذا ما ينعكسش على المؤسسات الدقية. بتوصل نتعرف أنتم عنا بلايس تو منتشر فيها أكثر من بلايس ذيك المعالجة متاحة مش كون ذلك في حالة على بحالة بحيث ما يقاش توقيف الدراسة بتاتا إلا في فترة معينة صغيرة في مكان معين. واضح. شكرا لك اسم محمد الحاج الطيب المكلف بالعلاقات مع وزارة التربية لكل توضيحات هذه. ونستني وزيد اليوم معاذ مجموعة القرارات زيد قرارات أخرى تقريبا اللي تتعلق بالبرنامج وبيداغوجيا كيفاش باش تتم الأمور هذه تقريبا تقنيا وهيكليا شو تم اقتراحه واختياره. أكيد إجراءات استثنائية في ظرف استثنائي. الحق ما نعرفش أنا الأولياء معناتها كلمة كلمة للأولياء بطبيعة من حقهم يخافوا على صغيراتهم والأساتذة يخافوا على رواحهم بطبيعة. لكن تقريبا نفس الأولياء ونفس الأساتذة ونفس اللي يخدموا في البنك ونفس الإعلاميين ونفس التاكسيستية ونفس الواجيتس ونفس النجارة وكلهم حضروا مشيوا شفناهم مشيوا للعراس مشيوا للقهاوي يكونوا حاضرين في القهاوي في العراس في الحمام في السوق كل شيء. ما فهمش علاش العودة المدرسية يحبوها ما تصيرش معناتها. هذا أولا غريب. كما عرس كما مدرسة اللي يحضر في العرس يحضر في المدرسة. تقريبا تونس كل حضروا في العرس في الصيف. هذه الناس كل مشيت للسوق الناس كل مشيت للقهاوي الناس كل مشيت للبحر مشيوا للريستورون ركبوا في التاكسيات معناتها. بصراحة أنا مع منأكد كشخصيا على ضرورة العودة المدرسية لأنه نفسية الطفل ما عادش تتحمل أكثر البقاء في المنزل. من مارس ديجا من مارس 8 شهور معناتها هذا التدمير بالحق تدمير معناتها اللي تم بنائه في السنوات الأخيرة متاع دراسة للطفل هذا وعلى المستوى النفساني معناتها الصغار فدوا صغار فدوا راهو بالحق بعده برشا معناتها مش معقول مع 10 و11 و12 عام هو في الدار مخرج. فمشاكل على مستوى الوزن مشاكل على مستوى النفسية وخاصة اللي مستقبلهم هذا مستقبلهم في القراية كيفاش باش يرجع ما شدش السيل وعنده 8 أشهر تقوليش قراية في الدار وفيزيو كونفيرونس ودار شنو الأديستانس وكل حكاية كلها فما كونتاكت فيزيك لازم يصير حضور فما تواصل اجتماعي لازم يصير مع اولاد عمره. هذه التركيب شكون التركيبة النفسية عادية معناتها هذا بنداء بالله أولياء. شوف نعرف راهو الناس ذيك واحد كبت وباش يبعثها للقراية معناتها مش ويخاف عليها من كسوم العدوى وكل شيء لكن ان شاء الله ربي يبقي ستر ان شاء الله ما تصيرش العدوى ان شاء الله المدارس الكل وحتى الاولياء اللي يعرف معناتها في الحي مدرسته ضعيفه ما عندهاش الامكانيات يحاولوا يتلموا دينار مع دينار يشريوا الجيل المطهر ذيك ولا يشريوا كمامات ويحاولوا هما يكونوا زاد يعاونوا القايمين معناتها الاولياء حتى يتفاهموا بين بعضهم اللي ما عندوش خدمه وما عندوش واحد يشوف معناتها التباعد يحصل على التباعد يعملوا حتى اللي جايين مع بعضهم. هذا ما مش عيب ومش مش غلط في انتظار انه الكورونا هذه نرتاحوا منها الناس كل ان شاء الله يعني. لكن لابد انه الدراسه ترجع في كل المستويات. راهو مش معقول انه الصغيرات باش يقعدوا بعاد على المدارس وبقعد دراسه فتره اطول. هذا مش معقول وهاك كنت تسمعوا معناتها الكونفينمون جينيرال هذا ما عادش باش ترجع. حتى الله يقدر كان بلاصة معناتها صار فيها عدوى الحجر بتسكر الحجر الصحي وبعد باش ترجع. وهذا هو المهم ونحيي في الحقيقة وزارة التربية ونقابة التعليم ونقابة التعليم الابتدائي بطبيعة القرار الشجاع هذا اللي يلزمه يصير. فوالا ونحن اكيد مازلنا نتابعوا في الاخبار بتاع العودة المدرسية واهم القرارات اللي باش يتم اتخاذها اليوم. راجعين معكم في برايم تايم بعد